يا اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، موعدنا معكم يتجدد على القناه الاولى. تنعيش برفقتكم اجواء الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك. حلقه جديده من برنامج اسرتي غادي نخصوها اليوم باش نتكلموا على القانون، راحتنا النفسيه، موضه وايضا ثقافه. معكم اللي تتابعونا عبر القناه الاولى وايضا تفاعلوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وانستغرام تظهر لكم اسفل الشاشه. دائما يشرفني ان اترافقني الاستاذه إلهام حبيب الله، محاميه بهيئه الدار البيضاء. مرحبا بك استاذه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وسعيده ايضا ترافقني الاستاذه نبيله بن وحود، الاستاذه في التواصل والمدربه المعتمده في التنميه الذاتيه. كيف الحال؟ الحمد لله زينه. كل شيء مزيان الحمد لله. الحمد لله. برفقتك من دابا شويه نبيله بن وحود فقره راحه البال غادي يكون لنا حديث مشاهدينا الكرام على ثقافه الرفض بطريقه إيجابية. كيفاش نجرؤوا نقولوا لم لما تكونش الأشياء مناسبة لنا؟ أما موضة ضيفتنا فيها لهذا الأسبوع مصممة الأزياء سهام العمراني، وتقربوا أكثر من مجموعتها لهذا الأيام، لهذا الأيام المباركة خلال شهر رمضان وأيضا لفترة عيد الفطر المبارك. ضيفتنا فقرتنا الثقافية هي الممثلة الشابة ندى هداوي. خليكم معنا البداية فقرة استشارات قانونية وحدتنا على جرائم السرقة. أستاذ إلهام حبيب الله، نعم. كيفاش عرف القانون المغربي جرائم السرقة؟ بالنسبة لجرائم السرقة، هو القانون الجنائي المغربي وعطانا واحد التعريف، وعطانا قبل من التعريف واحد مجموعة من الفصول اللي كيهضر فيها على السرقة من 505 حتى 539. هذه كلها غادي يعرف لنا شنو هي السرقة، شنو هي الأنواع ديالها، شنو هي ظروف التخفيف، شنو هي ظروف التشديد، العقوبات ديالها فين كتبدا وتالين كتسالي. مجموعة من الفصول اللي هضر عليها بصفة بطريقة تفصيلية. لكن التعريف ديالها القانوني شنو هي السرقة، هي كل من اختلس عمدا واحد الشيء مملوك للغير كتعتبر سارق. بمعنى ان يعني بالمفهوم ديالها بكل بساطه، واحد الحاجه كتملكيها انتيا جيت انا غادي ناخذها ليك، فهذه كتسمى سارقه. وكيف ما هو معروف في جميع الجرائم ما يمكنش نهائيا تعتبر جريمه كجريمه الا بتوفر جوج الاركان مهمه لقيام الجريمه، اللي هي الركن المادي والركن المعنوي. خلينا نوضحهم اكثر. شنو هو الركن المادي؟ هو قيام هذيك العمليه ديال السرقه، بمعنى كنقوم بفعل يعني سرقه شيء مملوك للغير بدون رضا صاحبي، يعني كنتازعوا ليه، كنحيدوا ليه، كنختلسوا ليه من ما كيبقاش ملك ديالو. ثم كنجيو للركن المعنوي وهو النيه، يعني كيكون عندي واحد القصد جنائي، يعني كنعرف انا بان هذاك الشيء اللي انا باغي ندير هذاك الشيء اللي مخالف للقانون، وهذاك الشيء اللي انا غادي نسرقه تنعرف مزيان بانني لا املكه، ما عندي فيه حتى شي حق نهائيا، هو مملوك لهذاك الشخص الاخر. فمني كيكون عندي هذا الركن المادي وهذا الركن المعنوي متحقين في هذا الفعل هذا بهذا الشكل، فهنا تنهضروا على جريمه ديال السرقه اللي مكتمله الاركان التي يكون العقوبة ديالها على حسب ما غنطبقوا. واخا خلينا قبل ما نتكلموا على العقوبات أستاذة حبيب الله نتكلموا على أنواع السرقة حسب القانون. بالنسبة للسرقة هنا ممكن تكون عندنا سرقة جنحة، ممكن تكون عندنا سرقة جناية. شنو الفرق بيناتهم بشوش؟ فمثلا الجنحة العقوبة ديالها كتبدا شي مثلا غير إلا كانت غير العقوبة غير غرامة فوق من 1300 درهم تعتبر جنحة. السجن الحبس ديالها تيكون من شهر إلى 5 سنوات. بالنسبة للجناية بطبيعة الحال راه كان بداو من 5 سنوات إلى 30 سنة، إلى المؤبد، إلى الإعدام. هذه غير بصفة عامة شنو هي الجنحة وشنو هي الجناية. أما بالنسبة للعقوبة ديال كل سرقة فهي على حسب السرقة الموصوفة، يعني واش عندها شي وصف ديالها ولا لا، واش كتكون جنحة أو لا سرقة موصوفة عندها وصف لحيق بها. أستاذة خلينا نعطيو أمثلة باش نبسطوا الأنواع للمشاهد. نعم، هو كيف بصر وضحنا في الاول، هي السرقه قلنا هي كل اي واحد اختلس شي حاجه عمدا ماشي ديالو، والعقوبه هنا بصفه عامه كتكون من سنه الى 5 سنوات. لكن هناك مجموعه من الانواع، مثلا بحال ما يسمى بالسرقه الزهيده او السرقه الخفيفه. مثلا واحد السيد كان كيتقدى في واحد السوبر مارشي وخدا شي حاجه وحصل، هنايا كتكون القيمه ديالها زهيده يعني قليله، ماشي شي حاجه
كثيره تيقول لا راه شي حاجه ما غاديش نتعاقب. لا، هناك عقوبه زجريه اللي كتكون من شهر الى سنتين. هذه في العقوبه ديال الى صاحب المتجر تابعك وقدمت عيط البوليس غادي تتابع. كاين عقوبه بغض النظر على الثمن ديالها. علاش؟ لانها كتبقى سرقه ولو انها سرقه زهيده. الا انه كنلقاو في بعض الاحيان تيكونوا شي متاجر اللي عندهم واحد القانون خاص ديالهم. أيه؟ مثلا ملي تيحصل واحد السيد خاون شي حاجه، سارق شي حاجه، تيقول ليه غادي تخلصها ليا مثلا في 10 أيه؟ اولا في 5 اولا في هذا، سينو الا ما كنتش موافق غادي نعيط للشرطه باش يديروا المحضر ديالهم. في نفس الاطار دائما في السرقه الزهيده كاين واحد المثل غنقولوا ما يخص مثلا واحد السيد ولا واحد السيده خدام في واحد المكازا. هو خدام، هو اجير ولا عامل في هذاك المحل، كيتخلص تابع لها، سرق واحد البضاعه شي حاجه كتساوي 10 درهم 6 درهم 30 درهم. هنا للاسف لا يستفيد من العقوبه ديال السرقه الزاهده اللي هي واخا من شهر الى سنه، لكن كتبقى اقل ضررا من خيانه الامانه. علاش؟ تتبقى الامانه اللي كناش كنهضروا على السرقه الزاهده، ولينا كنهضروا على خيانه الامانه. علاش؟ لانه هنايا كان خدام هو في هذاك المتجر او هذاك المعمل. هذا فيما يخص مثلا النوع ديال السرقه الزاهده واللي كنعتبروها كجنحه. لكن نقدروا استاذ نعطيك امثله لكم سنتم مع بعضياتنا بشويه مثلا كاين اشخاص اللي كيدخلوا اولا مثلا المطعم وما وتياكلوا تعرف راه ما عندوش الفلوس، هو جاي وعارف راسه ما عندوش الفلوس، هذيك كتعتبر هي سرقه. لا، هذاك السيد مثلا اللي كيدخل القهوه ولا المطعم وهو عارف راسه يستحل عليه انه يخلص، ما عندوش الفلوس نهائيا وكيتعمد انه ياكل مثلا فابور. هنايا هذاك مول المطعم عنده الحق انه يعيط للشرطه ويمشي ويسجل له محضر، وهنا العقوبه راه كاينه من شهر الى 6 اشهر، ليس فقط بالنسبه اللي غيمشي ياكل في المطعم، كذلك بالنسبه للشخص اللي غادي مبيت في الفندق مثلا. هذا السيد مثلا مشيت انايا غادي نبات في واحد لوطيل وانا عارف راسي ما عنديش فلوس باش نخلص نهائيا. فكذلك هنايا الا ما خلصت راه العقوبه كتكون من شهر الى 6 اشهر. كذلك مثال اخر اللي بالنسبه للتاكسي، انا شيرت على تاكسي وعارفه راسي ما غنخلصوش. بالنسبه هذوك هما اللي غادي نهضر عليهم اللي فيهم حاله واش اللي ما خلصش ولا السرقه اللي كتوقع في الطوبيس. لا لا، اللي ما خلص هنا كاينه قوانين خاصه اللي كيقول لك خلص الدوبل او التريبل ولا على حسب داخل في اطار القوانين الخاصه. مثلا ديال الشركه شيرت على تاكسي وعارف ما عنديش فلوس، هذاك حتى هو عنده العقوبه ديالو اللي هي من شهر الى 3 اشهر. كذلك بالنسبه لغير واحد السيد اللي كان غادي في الطريق وعنده وسائل كسر الاقفال او الفتح ديالها بطريقه غير مشروعه، مثلا واحد السيد كيصوب السوارت او هذا ما غنهضروش معاه، ولكن حتى غادي وهز معاك ماتريال اللي كيهرس الاقفال، هذه راها جريمه والعقوبه ديالها اللي كتكون من 3 اشهر الى سنه. كذلك بالنسبه وي الى سمحتي الناس اللي كيقول لك انا واخد كابلي ديال الضو من البوطو ديال الضو، هذيك سرقه، هذيك جريمه كتسمى سرقه القوى الكهربائيه، وهذيك حتى هي راه عندها العقوبه ديالها اللي كتكون جوحه اللي كتوصل لحتى 6 شهور. الناس مثلا اللي كيف ما قلتي سرقه في الطوبيس اللي حصل كيشفر في الطوبيس، هنا غادي ننتقلوا لظروف التشديد. حنا قلنا السرقه راها كتكون من سنه الى 5 سنوات. نمشيو شنو هي ظروف التشديد؟ ظروف التشديد هي كل يعني كتكون سرقه من 5 سنوات الى 30 سنه. حسب 30 سنه، ولكن حنا ما نتكلمناش نقولوا كل شنو هي كل السرقات مثلا اللي غتوصل 30 عام، مثلا التهديد بالسلاح، تكوين عصابه اجراميه مقرونه مثلا بجميع دور الطوموبيلات بالليل، يعني كاينه السرقه بالليل زائد على التسلق زائد عليها الكسر مثلا كسر الزوج، هذا يدخلوا المنازل تحلوا الديور ويشفروا ولا يشفروا الطوموبيلات من الدروبه محفوظين تماما. مثلا عندي اقفال مزو عندي سوارت مزو وراه كنت خدام عندك انا ولا جيت واحد، لان حتى الخادم اللي عندك في الدار او لا العامل ولا هذا وتمكن من تزوير المفاتيح ودخل مثلا عندك واستغل الاوقات الغياب ديالك. شوف كل جريمه سرقه عندنا الظروف التشديد ديالها بدات العقوبه من شهر وانا كنت تقدر توصل حتى 30 وتوصل حتى 30 سنه.
السرقات اللي كتوقع في المطارات، في الموانئ، في مجال السكة الحديدية، في جميع وسائل الطرق، وسائل المواصلات، في الطرق العمومية. والقانون الجنائي غادي يفصل لنا إلى مشين الفصول اللي هدرت عليها قبيلة، يعني من 505 حتى 539 راه مجموعة ديال الفصول كيعطينا كل حاجة، كيشرحها لنا على حدة، شنو هي الطرق، شنو هي الموانئ، فين وكيفاش وعلاش. إذن هاد السارق هذا إلا مشى سرق لينا في هاد الأماكن وكانت معاه ظروف التشديد اللي احنا قلنا، مثلا حيت السرقة إلا ترتكبات من طرف شخص واحد راه ماشي هي السرقة اللي ترتكب من جوج أو أكثر، إلا ترتكبات ليلا ماشي هي بالنهار، إلا ترتكبات مثلا بالتهديد ماشي هي أنني بالفعل نقوم بالجرح ديالك. كاين أشخاص اللي مثلا تقوموا بالسرقة وتدخلوا الحبس ويخرجوا عاد تكرار السرقة، هل هناك عقوبات أو تشديد في حالة عاود هاد السيد عاود شفر ولا هاد السيدة عاود تشفر؟ طبعا الحال هنا كتسمى حالة العود، وحالة العود هي ظرف من ظروف تشديد. فمثلا حتى ديك السرقة الزهيدة اللي كنا هضر عليها في الأول إلى دارت مرة وجوج تعودت، هنا كنوليو في حالة العود وتولي تقدر تكون العقوبة ديالها فوق من 5 سنين. كذلك إلى هذيك اللي قلنا عليها، علاش أنا كنرجع للسرقة الزهيدة؟ باش الناس ما تستهنش بها، ما تستهنش الأمور. علاش؟ لأن يقول لك أنا نسرق واحد حاجة دار 10 دراهم ولا في إطار سرقة زهيدة والسرقة. الناس اللي كيدخلوا مثلا المراكز التجارية الكبرى وتياخذ واحد العصير وتيشربوا وتيحلوا وباقي هو ما وصلش للخلاص، ممكن يتهم بالسرقة؟ بطبيعة الحال ممكن يتهم بالسرقة. علاش؟ لأنه سهلك واحد المنتوج ولا واحد حل الشيء مملوك للغير، ما دفعتيش الثمن ديالو، انت كيولي ديالك هذاك البضاعه تتخلصوا. شوف راه ما يسري على حاجه كدير 10 دراهم هي اللي كتسري على الحاجه كدير ما شحال 50 مليون. خاصه حنا التعريف القانوني ديال شنو هي السرقه الزايده اولا المبلغ ما يقدر انت يمكن لينا نقولوا زهيده ولا ماشي زهيده. هنا ما عندناش واحد الفصل قانوني اللي تيقول لنا ما هي السرقة الزايدة، يعني المقدار متى يمكن أن نحطوا هذا المبلغ، هذه السرقة هذه السرقة الزايدة، لكن على حسب الأحكام اللي دارت والاجتهادات والأحكام القضائية هناك تختلف القيمة ديال السرقة الزايدة من مدينة لمدينة. علاش؟ على حسب المستوى المعيشي والاقتصادي ديال كل مدينة. فمثلا ما قد أعتبره أنا كمحكمة سرقة زايدة في الدار البيضاء ممكن في مدينة صغيرة، مدينة صغيرة والقدرة الشرائية ديالها ضعيفة والقوة الاقتصادية ديالها على قد الحال. فكما قلت يا زينب هذيك السرقة الزاهدة على حساب المحكمة وعلى حساب التراب الوطني اللي احنا جالسين فيها تماك، يعني ما يمكن ليناش نستهلكوا شي حاجة قبل ما نخلصوها لأنها سرقة. من بين الجرائم اللي ظهرت في السنوات الأخيرة، كان ظهر قبل ولكن كثرت السنوات الأخيرة، وانا كنسمعوا أشخاص كيسرقوا الأبلاك. لا هنا كنهضروا على جناية. علاش؟ لان هنا سرقه ما يمكنش واحد السيد غادي يسرق بوحديتو، يعني كاين مجموعه، كاين مجموعه، كاين الاصرار والترصد اللي هو التخطيط. ما كنظنش ان هذه السرقه غادي تكون في اثناء اوقات العمل، يعني كاين ضروري ما غادي يكون تهديد، يعني اولا مثلا ملي غادي يحصلوا هاد الناس هادو غادي يكون في الحوزه ديالهم شي حاجه اللي غيهدوا بها، يعني سطو مسلح كما قلتي، يعني غادي يكون عندنا اسلحه، غادي يكون في حوزتهم اسلحه للتهديد. وسائل للتهديد، يعني غتكون مجموعه من الجناية بطبيعة الحال العقوبة ديالها 5 سنين وما فوق. وسادة نعم. كاين أيضا الأشخاص، خلينا ندوي إلى النهار كاملة تطيروا التليفونات الناس من ودنهم. للأسف هاد الظاهرة كاينة في عدد من المدن خصوصا الكبرى منها. كي ياخذ للسيد ولا السيدة التليفون من ودنه، من بعد كيفاش الإثبات، كيفاش غلقاه، شنو كيتسناه حقيقة في الواقع العمل ديالكم، اش كيقول القانون وفي الحقيقة شنو كاين؟ في الحقيقة هو هذه يعني راه سرقة، يعني واضحة، ولكن كيفاش غادي تثبتها؟ كيفاش غتثبتها؟ للأسف كتلقى مشكل إلا كان سرقة في واحد الأماكن اللي ما كتكونش فيها كاميرات. دابا حنا تنعرفوا مثلا المثال تاع الدار البيضاء، تقريبا الشوارع تيكونوا فيهم كلهم فيهم كاميرات، يعني ملي كتوقع سرقة راه كيتم الرجوع لهذوك الكاميرات باش
كيحاولوا يتعرفوا لهذاك الشخص. اول حاجه كيتم يعني البحث على دوك المشبوه فيهم اللي تم داروا سبق ليهم في هذيك البلاصه مثلا، في هذيك البلاصه ولا عندهم سوابق في هذاك الميدان. هنا بغض النظر على نوعيه الهاتف واش زاهد ولا غالي، هي كتبقى سرقه سرقه. هنا عاد كنشوفوا مثلا الا تم القبض عليه، إلا كان عنده الزهر هذا السيد هذا اللي تسرق ليه الهاتف وتم القبض على هذا السارق هذا، هنا غنشوفوا شنو هي الظروف، واش كان انتشال، واش كان تهديد، واش كان واحد ولا جوج الناس، واش كان بمساعده او مساعده شخص اخر او استعمال ناقله ذات محرك. لان الناقله ذات محرك هي ظرف من الظروف تشدني، كنقول ناقله ذات محرك موتور طوموبيل يعني، او لا كان هو ومعاه واحد اخر اللي عنده، راه هادو كلهم تفاصيل هي تقدر تبان لك صغيره ولكن هي ظروف تشديد قويه اللي كتهز العقوبه وكترجعها من سرقه عاديه الى سرقه موصوفه. يعني هنا فاش كنقول موصوفه يعني عندها بزاف الاوصاف اللي كترجعها شنايه واخا السده. من بين الاسئله ايضا الاطفال اللي كيقوموا بالسرقه، القانون شنو تيقول في العقوبات بالنسبه لهم؟ هنا كنفضل ان نقدروا نديروا حلقه خاصه بالمسؤوليه الجنائيه للاطفال، عندهم يعني حقوق بوحديتهم وعندهم قانون خاص لهم، لكن طبيعه الحال هما ما كيتعفاوش من العقوبه، ما كاينش الاعفاء من العقوبه، كيدوزوا في محاكم الاحداث اللي نقدروا الى هضرنا على دابا ما غاديش نوفيو حق اصحاب الامراض العقليه اذا قاموا بالسرقه. هل يسجنون او لا؟ اثبات، لان دائما القانون الجنائي ما يمكن ليناش نعاقبوا واحد السيد اللي ما عندوش قوى عقليه، ما عندوش ادراك مسطي مثلا احمق، ما يمكن ليناش نعاقبوه. ولكن الى قام بهذه الجريمه تعتقل بطبيعه الحال، وهنا الى الدعاء بالناس قبل ما كنا نشوفوا حالته، الى الدعاء الجنون او الى الدعاء بانه هو غير مدرك، خاصنا نعرفوا بالخبره الطبيه اثناء قيامه بهذيك العمليه واش كان مدرك او لا غير مدرك، واش عنده ادراك متقطع ولا عدم ادراك دائم. هنا الى كان عدم ادراك دائم بطبيعه الحال فراه كتسقط عليه المسؤوليه الجنائيه وكيمشي بطبيعه الحال المستشفى فين يتعالج. الى كان في هذيك اللحظه اللي هو مدرك، حيت مثلا يقدر يقول لك انا ما كنتش في الوعي ديالي حيت انا احمق، ولا كنت مستهلك حبوب هلواسه او متعاطي شي حاجه شي مخدر اللي خلاتني خارج الوعي ديالي، ان حتى هاد الظروف هذه حتى هاد التعاطي مثلا الى قام واحد الشخص بواحد السرقه وهو متعاطي المواد ممنوعه، هذه حتى هي بطبيعه الحال من ظروف تشديد. كاين كثير من الاشياء ربما كاين غير ظروف اخرى اللي كتعتبر ظرف من ظروف تشديد، وهي السرقة أثناء الكوارث لا قدر الله. فمثلا إذا كان شي فيضان أو إلا كان شي حريق أو إلا زلزال أو إلا حاجة تسير مثلا واحد السيد حاجة تسير والناس هكا طيحة وانت كتقوم بالسرقة، فهذه كتعتبر هي كظرف من ظروف التشديد. شكرا لك أستاذة إلهام حبيب الله. العفو زينب. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، فقرة من يد شيف غادي نقترحوا عليكم اليوم تحضير الباذنجان بالطريقة اليونانية. تابعوا. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نحط الرحال ديالنا في اليونان، غادي نوجد لكم واحد الشهيوة اللي معروفة عندهم سهلة التحضير وبنينة بزاف، وغادي نحتاجوا الكفتة، الدنجال، لاصوص طوماط، الربيع، البصلة والثومة، شوية ديال الزبدة، الملحة والبزار، وباش غنوجدوا صوص بيشاميل بيان سيغ، الحليب والكوزة والملحة والبزار والفرص والزبدة تاني. ندوزو للتحضير. أول حاجة نجيبوا الدنجال ديالنا نقطعوه على جوج، ونديروا التقطيع على شكل اكس باش يدخل ليه الطياب مزيان اللي غنديروه في الفران، نأسيزونيو بالملحة، بزار، نجيبوا اللاطه اللي غنديروه في الفران، نحطوا الدنجال ديالنا، وبيان سور زيت الزيتون. وندخلوا الفران لمده نصف ساعه درجه الحراره 180 درجه.
بين ما يوجد الدجاج يطيب على خاطره ندوزو دابا لتحضير ديال الكفته. اول حاجه مقله سخونه ديروا شويه الزبده نرميو عليه شويه الثومه نشحروه شويه ونضيفوا عليه شويه ديال البصله زيت الزيتون نخليه يتشحر مزيان من بعد نضيفوا عليه الكفته ديالنا على حسب الكميه اللي بغينا نخلطوهم نخليه يطيب على خاطره نأسيزونيو بالملحة بزار نخلطو كل شيء من بعد نضيفو عليه صلصة الطماطم في الأخير نضيفو عليهم شوية ديال القزبر ومعدنوس ونخليه يطيب لمده ديال 10 ديال الدقائق وندوزو للتحضير ديال صوص بيشاميل. لتحضير صوص بيشاميل غنحتاجو جوج معالق ديال الزبده كبار نخليه يتذوب على خاطره جوج معالق كبار ديال لافارين ونبداو نضيفو الحليب بشويه بشويه نحركو مزيان نأسيزونيو بالملحة وبيان سيغ البزار وشوية ديال الكوزة ونعاودو نخلطو حتى لاصوص ديالنا تولي خاطرة البيشاميل ديالنا وجد وما بقى لنا غير نمونطيو العناصر ديالنا كاملين فواحد لو مول كيف ما كتشوفوا هما لي زانغغيديون ديالنا كاملين واجدين غنشدو الكفته غادي نحطها فوق الدنجال اللي ديجا كريي فوالا من بعد نضيفو لاصوص بيشاميل وفي الاخير نديرو الفرماج موتزاريل شيدار اي فرماج متوفر عندكم في الثلاجة ونحطوه يتكراتينا في الفران درجة الحرارة 180 درجة ونرجعو نشوفو الشكل النهائي للطبق ديالنا كيف ما كتشوفو هذا الطبق ديالنا وجد الطابوساكيا اليونانية بنين وسهل التحضير وكنتمنى انا لاغوستاد تكون عجباتكم والى اللقاء الى حلقة قادمة ان شاء الله بزاف منكم اللي كيعرف هدى صدقي الفنانة ولكن اليوم غادي ندخل ديوركم كإنسانة كتعشق الطبخ ماشي محترفة وماشي أستاذة ولكن كنبغي نطيب ونجرب الشهيوات اليوم بغيت نتقاسم معكم هاد العشق بأطباق ووصفات أغلبها من قلب المطبخ المغربي اللي مهم بالنسبة لي هو أنها تكون بنينة وسهلة في التحضير باش حتى نتوما تقدروا تجربوها وتشاركوها مع احبابكم موعدكم مع وصفات هدى يوميا قبل الافطار في رمضان على الاولى حكيمي
استافدوا من عرض لافيبغ ماكس دي بي ديال انوي 50 ميجا غير ب 249 درهم الشهر عوض 349 تكاليف تشغيل والروتر راه الاشارتكم فابور انوي معاك اسخى عروض ويفي في الدار انوي معاكم كل يوم شكرا لك بدر غازي مشاهدينا الكرام مازالين مكملين معكم حلقة اليوم من برنامج أسرتي فقرة راحة البال غادي نخصوها اليوم باش نتحدثوا على ربما هو جزء مهم من أجل وصلوا لواحد سلامة نفسي راحة نفسية اللي كتير من الناس يبحثوا عليها كيفاش نتعلم نقول لا وعلاش خصني نقول في عدد من الأحيان لا أشنو غادي نستافد أشنو هو تأثير رفضي بطريقة جميلة ودبلوماسية على الحياة ديالي مجموعة من الأسئلة جاوبنا عليها الأستاذة نبيلة بن وحود الأستاذة في التواصل والمدربة المعتمدة في التنمية الذاتية وراحة البال نبيلة بن وحود البعض يعتبر الرفض ثقافة علاش؟ لأن في المجتمع ديالنا عندنا صعيب جدا اننا نرفضوا اننا ما نقدوش غير لشي حد ما نساعدوش شي حد يقولنا شي حد رانا جاي عندك واخا عندك بزاف ديال الاشغال كتحبسي كلشي وكتسني هذاك الشخص كنعتبروها ثقافه لان بصح المجتمع ديالنا ما رباناش اننا نقولوا لا يعني بصراحه ونقدروا نقولوا للاخر بان انا ما مساعدش اليوم انني نمشي معاك او تجي عندي او لا نقضي لك واحد الغرض دونك داكشي علاش كنشوفوا الثقافات الاجنبيه وكيبان لنا بان عندهم نوع من الشجاعة أنهم كيقولوا لا وتحنا يملي كنكونوا في تعامل ديالنا معهم بعض المرات كنتصدموا وكنقول يا عندهم القدرة أنهم يقولوا لا بهذه الطريقة بعض المرات كنشوفها بتعجب بعض المرات كنطلقوا على أحكام بعض المرات كتجينا داك الشيء بعيد علينا وحنا ما يمكن لناش نديروه هذا الشيء علاش كنهضروا على ثقافة ثقافة شنو اللي كيخليها صعيبة لهذه الدرجة بالنسبة لنا غير التربية ديالنا شنو اللي كيخليها خوفنا من رفض الآخر لعدم تقبله لنا هو الخوف من فقدان الآخر ماشي الرفض يعني كيفاش هذاك الآخر غتبقى العلاقة ديالو معايا إلا أنا قلت له لا واش غادي يبقى معايا مزيان غنبقى أنا عزيزة عليه ولا لا واش هذاك الآخر ما غاديش يتجرح ما غيتقلقش ولكن هو دائما في جميع الأحوال أي حاجة تصورناها هي كترجع لحاجة وحدة هي أن كيفاش غتكون العلاقة ديالو معايا كيفاش النظرة ديالو ليا ما تغيرش واش غادي نخسروا لك قلت ليه على حساب النفس تماما واش غيبقى كيشوف فيا على انني شخص يعني سيرفيابل او لا ظريف ولا لا دونك هاد الشيء علاش دائما راه المشكل ماشي الاخر المشكل انا الصوره ديالي عن نفسي القيمه ديالي عن نفسي والصوره الاجتماعيه اللي كنعطي الناس اللي دايرين بيا اللي كتخليني كنتردد واش نقول لا ولا ما نقولش لا اليوم بالهدف من هذا الحلقه ربما اننا نوعيو الناس باهميه ان كاين الحالات راه خص تقول فيهم لا لان انت اهم من شميه من الاشياء اللي كاينه حواليك خلينا نوضح للمشاهدين الكرام نبيله بن وحود فاش غادي نقول لا بدا امتى نقول لا الوغ زين بهير باش نتفقوا على واحد المساله مهمه خاصنا دائما تكون عندنا واحد المعادله المعادله هي كالتالي الا قلت لا هذاك لا كيخصو يكون مناسب مع ايه كنقولها لراسي يعني زينب اتصلتي بيا اجي معايا نبيله نمشيو نتقداو انا غنقول لك الا كنت انا بصح مستعده وما عندي حتى شي برنامج وباغا نمشي معاك صافي في بليزير ولكن الا قلت لك انا حيت انت زينب وعزيزه عليا انا غنمشي معاك زينب ونقدر انا نندمك نقولوا على عينيا غندمك غنقول لك زينب كاين الصهد زينب كاين الزحام اوف زينب علاش خرجتي اليوم يعني ايماجين بان انا افيك توت لا بون فولونتي دو موند ونمشي معاك وانت يا عزيزه عليا اكزاكتو كنولي بصح مصدر طاقه سلبيه وكنولي بحال انا كان كتخلصي انتيا هذاك اهلي قلت لك كتقولي تقولي ندمت لي عيط اكزاكتومون ما باقيش غتعاود ما عيطتش لك صافي ما بقيتش غنديك نتقداو انا عيطت لك لا صافي شوفي انا زين بعرفتي الا غنقول لك الا غنقول لك غنكون متاكده ان بغيت دونك دائما المعادله الا قلت لك خاصها تناسب مع نعم اللي انا باغاها الا قلت لك لا خاصها تناسب مع داك الشيء ديال ممكن انا نحس انا ديك الوقيته كنت باغا غير نعس باغي غير نرتاح دونك انا كنسول راسي واش انا مستعده نفسيا وجسديا انني نقوم بهذا الشيء واش انا مستعده ماديا ونفسيا انني نقوم بهذاك العمل واش هي حاجه كنبغي نديرها اصلا اكزاكتومون دونك كاين الحاجات في الحياه نبيله بن وحود لربما الناس ما تيقولوش فيهم لا وكيدفعوا ثمنهم على الحياه غالي جدا تماما ما بغيتش نتسمى
ما مجوجاش ولا فاتني الترند غنقول او غناخذ شخص واخا ما يكونش مناسب ليا، غنقول لواحد الامل وانا ما مرتاحش فيه فقط لانني خاصني ندخل فلوس وما عنديش الكفاءه ديالو، غنقول ربما يجي مثلا اختك يعيشوا معنا وخوك يعيشوا معنا ولا الوالده ديالك يعيشوا معنا وانا نفسيا واحد الشخص اللي ما كنتحملش الزايد عليا. هذا الشيء راه حسابه ثقيل ومدى الحياه. الوغ هنا هادشي مناش كيجي؟ كيجي تو سامبلومون من عدم المعرفه ديال الذات ديالي وعدم القيمه اللي عطيها لنفسي. يعني خاصني نعرف راسي ونعرف اشنو كنبغي، حيت بعض المرات كنقول غير ولكن انا ما سولتش راسي واش انا قادر ولا ما قادرش. الو فلان واش دير ليا؟ بيان سور لا، من طبيعه الحال مرحبا. هادو دائما جمل راه كنسمعوا في المجتمع ديالنا بصفه متكرره. منتونو انا خاصني نعرف اشنا هما الاشياء اللي انا محتاج ليهم، يعني الاحتياجات ديالي، وكنعرف اشنا هما الاشياء اللي ما نقدرش نتحملهم، حيت كل واحد فينا عنده القدره او الطاقه ديال التحمل اللي كتوقف واحد لو سوي. هذاك لو سوي كيخصني نعرفه مزيان، كيخصني نعرف امتى انا ما كنبقاش نقدر نمشي معاك في حتى شي مشروع من المشاريع ديالك. حاجه وحده، واش كنعطي لنفسي قيمه؟ باش نعطي لنفسي قيمه خاصني نكون كنبغيها، خاصني نكون ما كنقدرش نحط راسي في مواقف انا كنحس بنفسي انني مظلومه او لا انا ضحيه او لا محقوره او لا كنصبر اكثر من القياس. محقوره ولا محقور باش ما نكونوش كنقولوا غير نساء، حيت كنهضر على راسي زعما كندير انا ليكزومبل. بطبيعه الحال دائما كيخصني نسول راسي جوسكا كيل بوان انا نقدر بصح نكون قابل انني ندير هذيك الاشياء اللي انا قدرت عليها. دونك الصوره ديالي ديال نفسي، القيمه ديالي اللي كنعطي لنفسي، و العلاقه اللي مع الاخر. حنا دائما كنغلطوا في واحد المساله، العلاقه ديالي مع كزينب او مع الهام علاقه ما يمكن ليهاش تغير الا قلت لك لا. يعني الا تغيرت العلاقه ديالي مع شي شخص اللي انا قلت لا مزيان، يعني خاصني نعرف بان داك الشخص راه ما صديق مزيان يخدم الغربه كيف ما كنقولوا ياك، نغرب له شويه. هذه هي المناسبه، احنا ما خصناش نخافوا منها، ما خصناش نخافوا اننا نبقاو بوحدنا، ما خصناش نخافوا اننا نخسروا شي حد لانه اصلا لم يكن صديق ولم يكن قريب. ولكن يكون الامر صعب جدا في حاله العائله نبيله بن وحود. لماذا العائله ما تتقبلش الرفض مثلا؟ العائله كتقلق منك ولكن كترجع زينب، اخوك ولا اختك او لا عمك ولا عمتك او لا خالك. المهم ليسونسي العائله الا كانت بصح عائله سوليد ومتلاحمه، واخا تقول له لا، واخا كاع يتقلق، كيرجع كيفهم بانك انت كنتي صريحه وكنتي اونيت وما كنتيش باغيه تغدري او لا باغيه غير تزوقي، كتقوليها بصح لان ما قدرتيش تقوليها. هنايا فين كيدخل هذيك المساله ديال السر الحلو، كي راه كنقولوها كيمشي في الديه، يعني اي حاجه نقدروا نقولوها بطريقه دبلوماسيه بطريقه لطيفه باش نقدر نوصلها للانسان، باش هذاك الانسان ما خصوش يتقلق، حيت الهدف ماشي انني نقلقك، الهدف انني انا نحافظ على الراحه النفسيه ديالي والسلام ديالي الداخلي والقدرات ديالي، وفي نفس الوقت انت ما نجرحكش لان انا ما نخسركش ولا تجرحتي وانا زعما درت جميع الوسائل، ديك الساعه راه الغالب الله هادشي اللي قدرت لان ما يمكنش ندير فوق طاقتي. بعض المرات اسمح لي في هاد القضيه العائله ملي كتكون كتقول لا وهذا هما كيوليو دايرين حسابك وتيولفوا تيقولوا النهار كتقول ايه تيقولوا هذاك السيد ولا ديك السيده كلمه مادام قال ايه راه غادي يمشي، مادام قال لا لا. حيت هاد المساله الهام اشنو كيوقع فيها؟ كيوقع ان بعض المرات كنقول وملي كنجي كنراجع الناس نفسي كنلقى ما قادراش ما وفيت بتا حاجه من ديك اللي قلت. الوغ من المستحب مثلا في الخدمه دائما كتقولي نشوف غنشوف ورد عليك الخبر، غنشوف شنو معنيتها؟ معنيتها انني غنمشي غنانالز انا نقدر نشارك معكم بعد يعني الاسئله اللي كنقدر نسول راسي باش نقدر نديرها. ملي كيطلبك شي حد على شي حاجه اول مساله اشنو كتقول؟ واش انا بغيت؟ داكوغ. ثاني حاجه واش انا قادر؟ نقدر نكون بغي ولكن ما قادرش، واش انا قادر؟ تنشوف الوسائل ديالي، القدرات ديالي، الفلوس ديالي، واش انا قادر؟ ما تنو انا قادر، واش عندي الوقت باش ندير هذيك المساله؟ مانتونو عندي الوقت، واش انا باغي نتونجاجا معاك؟ يعني باغي نكون عندي انا وياك واحد يعني وعد كنعطيه لك، وهذاك الوعد انا نقدر نوفي به لمده معينه. هنا كنسول راسي، نقدر نقول لك مثلا انا غندير لك هذه الحاجه ولكن غندير لك هذه المره، ما تقدرش تعول عليا من بعد لان هذه المره نقدر، ولكن ما تظنش بان كل ساعه سولتني غنقدر لان راه ما غنقدرش نوعدك. كنسول راسي هذه الاسئله، كيخلوني انا راسي نغربل الاسئله الاجوبه ديالي ونشوف واش انا كل ساعه كنهضر تنجاوب بطريقه صريحه او لا لا. اكزاكتومون. اشنو غنستافد كشخص كيقول في المواقف اللي ما كتناسبوش لا؟ اللي كنحافظ على راسي وكنبغي راسي يا زينب. اول حاجه شوف، هي صعيبه جدا الناس اللي كيكونوا يعني تيبغيو يكونوا سيرفيابل وكيبغيو دائما يفون فيغ بليزير، صعيب عليهم يقولوا لا، ولكن عرفتي المره الاولى هي اللي صعيبه.
يعني انا كنخدم على راسي كنقول واخا واش انا اللي بغيت ندير جو في روندر بليزير ولا بغيت نخلي شي واحد يكون مزيان جوسكا كيل بوين انا كنكون مزيان وكنكون مرتاح اكزاكتومون الا انا ما كنكونش مرتاح وما كنكونش سعيد بهذه المساله يعني كتبرزتني وكتعصبني راه من الاحسن انني نقول لا كنربح راسي كنربح راسي كنربح القيمه ديال نفسي قيمه ديال نفسي كنعطي لراسي واحد القيمه مهمه جدا لان راه بزاف منا ما كيعرفش يعطي لنفسه قيمه هو كيطيح براسنا كيخصنا نكبروا براسنا قبل ما يكبروا بك الناس الاخرين كاين اللي تيقلب ديما على الناس تكبر به هو راه براسه ما مكبرش براسه ما يكبرش بك شي حد الا ما كبرتيش براسك هذه راه هذه حتى هي راه سيتون غاغل دائما الا كتبغي راسك يبغوك الناس الا كتكبر براسك كيكبروا بك الناس كيف قالت الاستاذه الهام شي واحد ما كيجيش للعرادات في العائله كيجي قليل نهار كيجي كنقولوا راه تنفرحوا ها نهار كبير هذا جيتي عندنا ولكن اللي كيجي ديما ممكن ما نلقاوش البلان نقولوا انت ديالنا تاكل معنا في كوزينه اها هادشي بون هادي مجتمع تفاصيل كاينه في المجتمع ماشي مشكل هي لا 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 هي ماشي مشكل دون لابسو حنا غير كنعطيو اكزامبل الطفل اللي ما علموش والديه كل غيعاني في حياته كيعاني جدا جدا وكتلعب لي على لا كونفيونس ان لوي ميم الطفل هنا واحد المساله خاصنا نحلوا واحد القوسين مهمين نقولوا بان مثلا ملي كيجي ولدك وكيقول لك كتقول له قال لك لو كوزان ديالك عطيه له جوي عطيه ليه ما خاصكش تقول لا قسم معاه الماكله ديالك ما خاصكش تقول لا علاش حنايا كنعطيو هاد الاوامر لهذاك الطفل علاش ما سولناش واش بغيتي تعطي واش بغيتي واش مستعد اشنو كي تي شنو كيقول لك راسك الا قلنا لك عطي راه تقدر كيحس بان ما كنبغيوش وكنبغي واحد اخر بلي فضلنا عليه شخص اخر كنفضلوا عليه شخص اخر كناخذوا ليه شي حاجه اللي شريناها وعطيناها ليه يعني الممتلكات ديالو حيدناهم ليه وعطينا راه سرقه دونك موصوف دونك نعطيوها للشخص الاخر دونك هنا هذاك الطفل ملي كيكبر كيكبر بواحد الفكره ان باش يقدر نبغيوه كيخصو يعطي دونك يولي كيشري الصداقه كيشري الحب كيشري الاحترام ديال الناس دائما كيدير اكثر من باش القياس منطقته باش ياخذ توتافي والمدرسه دورها في ان الطفل يكون كيعرف يقول لا مهم جدا مهم لان المدرسه بعض المرات خاصنا نقبلوا ان واحد الطفل غيقبل وما غيقبلش ما نديروش الخلط حيت بعض المرات كيقول لك مثلا لي زيدوكاتور بان الطفل مثلا انا قلت له دير تمرين ما بغاش هنايا كاين فرق كبير ماشي تمرين راه هو سي ان اكزرسيس اللي خصو يديرو يقدر يقول لك الطفل مثلا في البريمير ولا هذا انا ما بغيتش كتقدر تقول لي علاش ما بغيتيش راه راه tu n'as pas le choix كنقدروا نشرحوا ليه بانه ان با لو شوا ولكن ما نقدرش نجي نقول لي اجي بارطاج مثلا ان غوتي ديالك مع شي واحد ما عندكش الحق ما عندكش الحق على الاطلاق راه الطفل دائما حنا اصلا كنيفيتيو اننا نبارطاجيو انه ممكن شي واحد يكون فيه حساسيه مريض ما خصناش نديروها وكنيفيتيو نبداو كنقولوا ليه خاصك هو ليس فرض وماشي مجبر باش يديرها ولا درناها يعني دائما كنبين ليه بان هناك تفضيل والطفل اون فوا كيدخل في مقارنات كتكون مشاكل نفسيه صعيبه ما تبقاش عنده قيمه اكزاكتومون القيمه ديال نفسه والثقه بالنفس كتهبط بزاف وكيولي دائما مسكين عنده انديلام حيت ما كيفهمش كيقول واقيلا هذه الطريقه السليمه باش نقدر اكزاكتومون باش نقدر يبغوني الناس باش نكون كي كبرت يكمل في نفس على نفس المنوال اكزاكتومون اليوم في حياتنا اليوميه وسؤال اخير نختم به نبيله بن وحود في حياتنا اليوميه كيفاش ممكن نطوروا مهاره نقول لا طريقه زوينه الوغ اي حاجه زينب نبداوها انا سام في بليزير والله الا كنت غنكون فرحانه الا مشيت معك زينب ولكن مره اخرى ان شاء الله نكون مرتاحه باش نكون احسن حيت الا مشيت معك زينب غادي نكد عليك ما غنكونش جو سوي ديغولاس مرحبا في ايوا شوف مثلا شي واحد عرض عليك وانت ما قادراش تقول لي شكرا انك فكرتي فيا وميرسي بوكو والله الا غير سمح لي لان عندي شي حاجه مهمه حنا ماشي اوبليج باش نعطيو التفاصيل حيت في المجتمع كنظنوا بان الا بغيت نقول لا خصك نعطي التفاصيل ديال حياتك قنع داك الطرف باش ما يلومكش انا غنقول له عندي واحد الغرض مهم عندي واحد الظرف خاصني نحلو عندي واحد امتي بروبليم انا جو سو با اوبليجي باش نقول لي ديتاي جو سو با اوبليجي نقول لي راه بغيت نعس عندي شي حاجه ضروري خصني نقضيها ديك الحاجه راه كنت نعس بغيت نتفرج فيلم ليستونسي ضروري ضروري حاجه ضروري بصح بغيت نمشي للحمام وما بغيتش نمشي للكافي مع صاحبتي غنقول لها راه عندي شي حاجه ما نقضيها ضروريه دونك ليسونسييل هذه ماشي كذوب هذه تو سامبلومون انا ماشي اوبليجي باش نعطي لي ديتاي ولكن دائما كنبداو بشكرا كنشكروا ديك الشخص كنقول له انا جوغي بيان ايمي وكان ممكن زعما لو كان بودي نقدر نديرها طلبني على شي غرض نقول لي انا غنشوف الا كان في الامكان افيك بليزير لما كانش في الامكان سمح لي تاكد ان راه ما نقدرش نديرها يا سي دو سويت ما نكلفش نفسي فوق من طاقتها باش نكون مرتاح وراه لا يكلف الله نفسا الا وسعها راه حنا بطبيعتنا كاين عندنا واحد لو سوي
بعض المرات راه الا كنتي غير كثرتي على راسك كتولي انت معصبه مع داك الشخص وكتولي كتغوتي عليه. دونك فو ميو با تبقى العلاقه جميله تفهموا اننا مختلفون ولا ديستانس زينب دائما مسافه الامان. مسافه الامان اكيد مسافه الامان. شكرا لك نبيله بن وحود. ربما من بين الاشياء اللي نقدروا نركزوا عليها عدد من الاهل والعائلات تعاملهم مع وليداتهم. بوسني ونعطيك ما درتيش يا ما نعطيكش ما درتيش هادي ولا ما قلتيش هادي انت ولا انت راك قبيحه ولا قبيح انت هادي وانت هادي. دونك مهم جدا اننا ما نكونوش كنديروا الشونطاج لوليداتنا ما نتعاملوش معهم باللي لا درتي هادي راك هادي ولا عطيتيني هادي راك هادي. نتعاملوا مع بعضياتنا ونحترموا اننا من حقنا كاشخاص نقولوا لا ما مناسبنيش ما مساعدنيش ما عندناش نفس الاهتمامات ما فيها باس ملي غنقدر غادي نديرها ملي ما غنقدرش ما غنديرش. علموا وليداتكم وربيهم انهم يقولوا لا بطريقه مؤدبه ومحترمه. من حقهم انهم يعبروا ويقولوا لا حتى لينا حنا الاباء ديالهم نتقبلوا عندهم منهم نتقبلوها ما كنبغيوش نتقبلوها بعض المرات ولكن ما فيها باس نطوروا هذه المهاره عندنا. هذه المره غادي نتكلموا ثقافه وضيفتنا مشاهدينا الكرام ممثله شابه حاضره بيناتنا اليوم شاهدتوها وتعرفتوا عليها في عدد من الاعمال المغربيه حاضره خلال الاعمال الرمضانيه هذه السنه. نستقبلوا الممثله ندى هتام. ندى هداوي مرحبا بك معنا في برنامج أسرتي. يا اهلا وسهلا للجمهور. انت حاضره في السباق الرمضاني والمشاهد المغربي تابعك ومازال متابعك من خلال جوج ديال الاعمال نصف قمر والمكتوب. جوج شخصيات مختلفه ما بين المراهقه المفشاه في نصف القمر والبنت الهادئه والنيه في المكتوب. كيف درتي لهاد جوج الشخصيات؟ انا فرحانه بزاف بالوجود ديالي معكم هذا النهار. شكرا على الاستضافه. بصح كيف ما كيشوفوني الناس في هذا شهر رمضان جوج شخصيات مختلفه بالعكس شي حاجه اللي كتفرحني بزاف وكنتمنى من كل قلبي ان الشخصيات بجوج يكونوا بغاهم الجمهور ودخلوا لقلوبهم. كنظن ان هذا هو التمثيل. كل مره كيتعطاك دور مختلف كل مره كيتعطاك دور اللي كتحدى فيه راسك وكتشوف راسك واش قادر تعطي فيه او لا. انا صراحه شخصية اقرب للندى الهداوي حقيقه في الشخصيات بجوج سؤال صعيب بكل صراحه. وصراحه لي دو شادوا شويه منهم شد بجوج شويه منهم بجوج صراحه جميل بيان سور. لا انا صراحه اللي شد من شخصيه ديال نيله في مسلسل نصف قمر شويه قاصح زعما راسي قاصح وكندير اللي في راسي ولكن كنسمع الوالديه زعما هي ما كتسمعش ما كتسمعش وكدير المشاكل. انا ما شاهد المشاهد انا ما 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 معزيش على المشاكل صراحه معزيش على الصداع ولكن مفشه حيت انا الصغيره في الدار. شحال عندك د الاخوات؟ عندي جوج خوت كبر مني وكبر منك. المهم ماما دابا عرفوا بلي انت كتفشي ودايره على القصه يتنازلوا لك. انا كيخلقوا لي مشكل وما كيعجبهمش الحال ان ماما هما خلق لي مشكل ماشي انا اللي تفشيت على خاطري. اتنسوا دايره معنا مدربه معتمده بالتربيه الذاتيه هما خلق لك مشكل. حيت كيشوفوا ماما كتعتني بيا بزاف الله يخليها امين يا ربي كيقول لها علاش دابا هي كديري لها بحال هكا وعلاش انا لا انا غير حيت فوالا اخر العرض. الله يخلي لك العائله ديالك. البدايه بشكل رسمي كانت في عيون غائمه شاهدك المتتبع المغربي ايضا من خلال ياقوت وعنبر. شنو اللي خلاك تدخلي المجال التمثيل؟ اللي خلاني ندخل لهذا المجال هو الحب ديالي ليه الحب الكبير ديالي للمجال ديال التمثيل. منو انا صغيره كنتفرج في الافلام وكنتفرج في المسلسلات وكيعجبني نشوف لي زيكسبريسيون ديال الوجه ديال الناس اللي كيكونوا كيمثلوا وكنت كنقول ما كرهتش انا شي نهار زعما تتاح لي زعما فرصه ونمثل. ما كنتش كنقدر نقولها الصراحه للعائله ديالي ملي كنت صغيره حيت كنت كنخاف انهم ما يبغيوش ولكن ملي وصلت لان سيغتان ناج صافي قررت اني نعترف نقول لهم شوفوا انا بغيت نكون ممثله. بغيت نكون ممثله. ندى هداوي واش كان من سهل ولوجك لمجال التمثيل؟ الصراحه لا ما كانش شي حاجه سهله وحتى دابا ماشي شي حاجه سهله انك تكمل. شحال جربتي وعاودتي باش تقبلي في اول دور اللي يشوفك به المشاهد؟ صراحه اول دور جا صدفه يعني دوست ان كاستينغ وتقبلت. عيطوا لي قالوا لي تقبلتي طرت بالفرحه حيت كنت كنقول شي حاجه اللي صعيبه انني نبدا بمسلسل درامي 30 حلقه يعني كان كيبان لي واحد الحلم اللي مازال شويه بعيد بعيد صافي يعني دوزت كاستينغ وعيطوا لي الحمد لله. نذكروا باللي انت حائزه عفوا على اجازه في الادب الانجليزي دارسه 6 سنين ديال المسرح. ايه اكزاكتو. هادشي لاي درجه ساعدك في انك تقني الادوار ديالك؟
المسرح عاوني بزاف صراحه، حيت من ديما واخا كنت كنحس براسي عندي موهبه، ولكن ديما كانت عندي فكره انني نكون راسي ونقرا اكثر على 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 الدومين. وصراحه المسرح عاوني بزاف، يعني كنت كنحشم بزاف، يعني كنت كما كن ما كنتش كنقول مع راسي راه غادي نقدر نطلع فوق الخشبه او لا قدام لا كاميرا، ولكن صراحه المسرح هو اللي عاوني بزاف. شاركتي في اول عمل رسمي ليك ولا رئيسي ليك في عيون غائمه، دخلتي لواحد المجال جديد بالنسبه ليك، 30 حلقه ممثلين اللي انت ربما كنتي كتشوفيهم في التلفزيون معروفين وعندهم الشهره ديالهم، اجواء مختلفه، اثر فيك هادشي في الاول؟ زعزعك شويه كما كنقولوا ولا قلتي منبهرتي؟ كيفاش عشتي؟ اكيد اثر فيا، حيت كيف ما قلتي بصح بعد الناس اللي كنت كنشوفهم غير في التلفازه وكنت كنحلم نخدم معاهم، والحمد لله زعما ربي كتب وبصح خدمت معاهم وتجمعت معاهم في ان سول بروجي. ولكن كيفاش غادي نصحك، ما كنتش كنخاف، يعني كنت كنقول طونك انا راه تقبلت هذا لو بروجي يعني قادره نديرها، يعني قادره نديرها، وراه راه يعني المخرج اولا المنتج تيقن فيا، يعني ما خصنيش غنقدر نديرها. نبيله بن وحود رساله جميله، لان الثقه في النفس من الاساسيات باش نقدروا نزيدوا القدره. اكزاكتومون، هي خدات واحد المساله مهمه، مادام انني تختاريت سافجيغ ان عندي القدرات المناسبه باش نقدر نديرها. وحاجه واحده اخرى، ملي كنلقى راسي في اون سيتوياسيون كنستغلها احسن استغلال باش نقدر بصح نوصل ديك الاهداف اللي بغيت. أيه. ماشي انا وقفت قدام اون سوميتي كاين ممثلين كبار جدا كتقدري توقفي وما كتقدريش باقي يكون عندك الشجاعه انك تهضري. دونك هي بالعكس هذا خدات هذاك الشيء عليا، هذا هو صنعت منه قوه، هذه هي الجانب الايجابي من تجربه اللي كنقدر نستعملوها بيان سور باش نمشيو بعيد. وسي فغي ندى هضرات على المسرح، المسرح راه شي حاجه رائعه جدا، راه بزاف ديال المشاكل يعني النفسيه اللي كيقدروا يكونوا عندنا، ما كنقدروش نواجهوا الجمهور، ما كنقدروش نقولوا لا، ما كنقدروش نديرو بزاف د الحوايج، المسرح كيربي فينا هاد المهارة، نتخلصوا منهم، بصح كيعطينا ديك الشجاعة أننا نهضرو ونعيشوا شخصيات مختلفة. تبارك الله عليك ندى. ندى هداوي، كاين عدد من الممثلين تيقول لك باللي في المغرب إلا بديتي بواحد النوع ديال الأدوار كتولي مصنف في هذيك الخانة وكيولي واعي طوليك ليها، واش أنت كتشاركي نفس الرأي أو لا تتختلفي معاه؟ صراحة شوية، حيت بعض المرات كنضطروا اننا نأديو نفس الادوار، ماشي حيت حنا بغينا، ولكن لان تصنفتي في ديك الخانه مثلا ندى كتقولي زعما نفضل انني نخدم على انني ما نخدمش كاع، ولكن زعما الحمد لله راه دي فوا ما كيعيطوش لك نفس الدور. انا كنظن ان غير اقدار وزهر، حيت بصح خايبه ان ديما الواحد يأدي نفس تصنف واحد الخانه ويبقى ديما كيأدي نفس الدور، ربما غتساهم في ان مده الحياه ديال الشخص كممثل تكون قصيره، لان الجمهور او المشاهد يقدر يمل منه. بيان سور يقدر يمل منك، حيت ديما كيشوفك نفس الدور وديما كتعطيه نفس الحاجه، يعني ما كاينش جديد، ما كاينش اختلاف، الوغ كو ملي كتلعب ادوار مختلفه راه كيولي يقول يعني كيف ما عطى في هذا الدور راه عطى في هذا الدور الاخر. وغتكون فرصه انه ينبهر بك ويكتشف وجه اخر للممثل. ندى هداوي، السينما شنو تقدري تقولي لنا؟ السينما تاهي شي حاجه اللي عزيزه عليا بزاف. لحد الان عندي جوج تجارب في السينما، عندي جوج افلام سينمائيه. فيلم كازا اوفر دوز كنت لعبت فيه دور ثانوي. أيه. عندي فيلم اخر لعبت فيه محمد خيي وربع سقلي. أيه. وعندي فيلم اخر لعبت فيه دور من ادوار البطوله اللي هو فيلم 15 يوم. كيف كانت تجربه السينما بالنسبه للمسلسلات؟ مختلفه، عندها قوامها كيف ما كنقولوا، عندها آلامها؟ اكيد مختلفه، السينما صنا غير نافور مع التلفزيون، صنا غير نافور مع المسرح. بوتيتر كتكتشفي فيها حوايج جداد. حتى من ناحيه التكنيك حتى هما حوايج جداد ومزيان لينا حنا يعني الممثلين نعرفوهم، ولكن اون فان كونت كتبقى شي حاجه اللي ضروري ندوزو منها. شفنا في السنوات الاخيره جيل جديد تبارك الله ديال الممثلين ولهم حقين نجاحات كثيره، عندك علاقات بالزملاء ديالك الممثلين ولا انت واحد السيده اللي حدوديه؟ انا الصراحه في الخدمه حدوديه، ما يعني كنفضل انني ندير خدمتي ونمشي كيف ما كنقولوا، ولكن هادشي ما كيمنعش ان عندي صداقات مع ناس اللي حتى هما زوينين لا في خدمتهم ولا هما زعما كاشخاص واللي كيشرفني انني نكون كنعرفهم وكنتمنى لهم غير التوفيق. عندك اعمال ما بعد رمضان ايضا غيكتشفها المشاهد المغربي؟ وي، عندي مسلسل لعبه فيه اللي هو مسلسل جوده من اخراج صفاء بركه. نتمنوا لك كل التوفيق في المشوار ديالك، وشكرا لانك شرفتينا بالحضور ديالك. مشاهدينا الكرام، هذه المره نتكلموا موضه، ضيفتنا مصممه الازياء سهام العمراني، ونكتشفوا المجموعه ديالها.
سهام العمراني مرحبا. ميرسي ميرسي بوكو على الاستضافه. يا اهلا وسهلا. المجموعه ديالك لهذا شهر رمضان وعيد الفطر المبارك باش تميزت هذه السنه؟ الوغ هاد السنه ركزت بالخصوص على الالوان. رمضان هاد العام جانا في فصل الربيع وكي دي برينتون الورود الازهار الالوان هكا الفرحه اكزاكتومون الوان مفرحه ومبهجه. دونك خصوصا ركزت على الالوان اصفر الغوز مجموعه من الالوان اللي كتهزنا الفصل الربيع. اكزاكتومون. واخا سيهم خلينا نمشيو قطعه بقطعه. القطعه الاولى في المجموعه ديالك هي مكونه من جوج ديال القطع ياك؟ القطعه الاولى هي قميص او لا اون بيتيت روب من التحت اللي فيها سي اون امبريسيون باريولي دو كولور مزيج من الاصفر والغوز. والفوقاني ديالها سي بحال ان كيمونو بكولور اوني كي رابيل لي كولور اللي كاينين اللي كاينين في القطعه الاولى. شنو الثوب اللي اعتمدت عليه سهام؟ لتحت الحرير والفوق الكريب دو سوا. واخا الخياطه الخياطه الراندا حصيره سي سي ان ترافاي كلاسيك درجات من اكزاكتومون افيك دريس كنقولوا ياك. لا نهائيا كاع الخدمه التقليديه ما كتموتش بالعكس كل سنه كنعاودوا نجبدوا واحد الخدمه اللي شحال هذه ما دارت كنعاودوا كتعاودوا تعطيوها روح جديده ديالكم. القطعه الثانيه جلابه في لون جميل جدا ياك جلابه هذه الاولى. القطعه الثانيه هي جلابه باللون فيغ امرود او اللون الاخضر ديال امرود حتى هي مخدومه بالحرير باردون مخدومه بالراندا حصيره ودايره بالطرز ديال بالخدمه ديال المعلم من الجنيبات. واخا دونك جمع جوج ديال الخدمات مع افتتاحات بالجناب جمع جوج ديال التخديمات التقليديين اللي هما نقدروا نقولوا ركائز ديال الخدمه التقليديه المغربيه ومخدومه على الكريب دو سوا كادي. واخا الفصاله ديالها كيف الفصاله ديالها جبليه بالخريطات من الجناب كتجي هكا هميه بوغ العيد وحنا مقابلين ان شاء الله على ان شاء الله يدخل لنا بصحه وسلامه هذه العيد بزاف ديال الفرحه المشاهدين. كنشوف القطعه الثالثه هي فيها جوج ديال القطع اكزاكتومون. القطعه الثالثه نفس المبدا ديال القطعه الاولى فهي كسيوة أو لا اون بيتيت غوب من التحت مخدومة براندة حصيرة التوب هو كوتون دو سوا ومن الفوق منه ان كيمونو اون غوز ان بو فلاشي سي اون درا دو سوا حتى هي مخدومة بالدريس خدمة رقيقة سي ان بيتي رابيل ولا اون بيتيت توش ديال الخدمة ديالنا المغربية. هاد الألوان اللي شفنا بثلاثينات بجميع أنواع البشرة كيف ما كنقولوا السمراء البيضاء بين وبين هو أنا عندي واحد المبدا كنقول ان اي بشره كاينه كيناسبها واحد لو ديغرادي ديال اون كولور. مثلا اللون الاصفر فيه بزاف ديال لي ديغرادي شاك تان كيناسب واحد لو ديغرادي من اللون الاصفر. يعني انا ما كنقولش تقول لك انا مثلا زعمش مع اصفر ما غايجيش معايا لا غير تقلب على تقلب على واحد لا نيونس ديال جمعك تفرسم. شكرا تبارك الله شكرا شكرا تبارك الله ملبسه من الاعمال ديال تبارك الله شكرا بزاف زوين صحه وراحه. يمكن نبيله تاكد لنا ان الالوان عندهم واحد التاثير جد ايجابي على النفسيه وعلى انا متفقه معك الكوليكسيون ديالك واقيلا عندها تاثير ايجابي جدا لان فيها كثير من الالوان. هي مفتوحه جدا وكتحسي بالفرحه ملي كتشوفي. يعني قلت لها شوف ملي كتشوفي هاد لي كولور كتحسي براسك فرحتي وسي فغي انك ملي كتختاري اللون اللي هو دي كولور باستيل ولا كل شي حاجه كتفرح الوان حيه كتحسي براسك انك كتحيي افكتيفمون. ملي كتاخدي اون كولور تيرن حتى انت هي النفسيه ديالك ديك الوقيته راه كتكون نفسيه اللي منغلقه على راسها وما بغاتش تكون اون كومونيكاسيون فيك في حوار مع الاخر. سهام نتكلموا على القطعه الرابعه. الوغ القطعه الرابعه هي لو توب فيلفيت دو سوا. اللون هو واحد اللون فضي بارد ماشي فضي زعما مشعشع فضي بارد وحاولت ندخل فيه شويه ديال التطريز بدي فورم جيومتريك وواحد لاتوش دو كولور هكا فلاشي بوك سا سور دو لورديناير باش ما يبقاش بارد بزاف ويعطي واحد الانتعاشه. اكزاكتومون. الكاندو
قندوره للاستقبال ربما على شكل قندوره هي هي قندوره للاستقبال بالنسبه للعيد مثلا الا كان جاي عندك شي واحد للدار ولا هذا او لا ميم تقدر تخرج بها تمشي بها عند الناس المهم هي سي بور لي دو يا اما في المنزل ولا كاريمون تخرج تمشي بها وانا متاكده غيعجبوا جميع السيدات لان احنا اليوم السيدات كنبحثوا على اشياء اللي تكون عمليه بالنسبه لنا نقدروا نلبسوها نمشيو بها بزاف ديال البلايص هذا مهم جدا ودائما تنقولوها نبيلة تنقولوا ما نشريوش الحوايج باش يلبسهم البلاكار نلبسوهم حنا ونستمتعوا بهم خلينا نتكلموا على القطعة الموالية القطعة الموالية هي أيضا هي أيضا بقماش الفيلفيت دو سوا هو لون نحاسي تهو جاي هو شاعل شوية كيف ما كان شوية على الفضي مخدومة بالخدمة المعلم وخدمتها بلون أصفر تهي باش كتعطي واحد لاطوش دو كولور وبغيت نستغل الفرصة باش نشكر جميع المهنيين تبارك الله ديالنا المعلمين ديالنا اللي بلا بهم ما كتكون حتى شي حاجة تبارك الله كسوسوا الخدمة المعلم كسوسوا الراندا كسوسوا الناس اللي كيقلبوا لينا على الألوان اكزاكت اللي كتشي لك مع الثوب حيت خاص يعرف الواحد أنه بين الحرير وبين القماش كسوسوا على الكريب ولا على الحرير صعيب باش تلقى نفس اللون هناك تبارك الله هادوك راهم محترفين باش كيخرجوا لنا هاد الالوان زعما شكرا لهم جميعا خص كل شيء يعرف المشاهدين كامل يعرف ان اي قطعه فهي تحفه فنيه وهي الخلاصه ديال بزاف الناس اللي عملوا مجهود كبير عليها عليها مادام تنتكلموا على الجلبات وعلى لباسنا التقليدي نبغيو ناخذوا رايك كمصممات ازياء فاش نشريو اولا تنصوبوا واحد القطعه عزيزه علينا كاين ربما اخطاء اللي انت كمتخصصه في المجال تشيري لنا انتباهنا لها اللي كتخلي الجلابه ولا القندوره ولا القميص دغيا يايب هاتي طرا فيه مشاكل اولا ما كنحافظوش على الجوده ديالو اخطاء في الغاس ولا اخطاء في كيفاش كنوضعوهم واش خص ديما يبقاو معلقين لباس تقليدي لا ماشي لازم هو انا بغيت نشير لواحد الموضوع هو للاسف كاين دابا بزاف ديال التقليد في الاتواب اوني بلوس فيغ لو كونسومابل السوق بدات كطرح بزاف ديال الاثواب اللي بعد مره جوج اكزاكتومون دونك الا كان الواحد غادي السيده غادي تصوب فريمون واحد القطعه وباغا تلبسها وغادي تبتكر فيها تاخذ قماش زوين باش يبقى ماشي اكزاكتومون يبقى دايم ليها اللون كيبقى زوين الكاليتي كتبقى زوين وبالنسبه لعمليه الغسيل اظن انه من الاحسن زعما الواحد يعطيهم المتخصص يغسلها باش تبقى مزيان بدرجه حراره ما بقاناش بزاف ديال الوقت نتعرفوا على القطعه الاخرى دائما في الجري هاد المره خفيف العين القطعه الاخرى هي قندوره بتليجه الحرير تليجه اللي كتعود بقوه في الموضه هاد السنوات تري شيك اوريجينال وفيها الوان رائعه جدا زعما بتناسب لكل الاذواق وهذه خدمتها شويه خارجه على لوردينير خدمتها حنا موالفين بتليجه الحرير كتجي لبسات فريمون بالمضمه هذه بسيطه اليوميه هذه قندوره يوميه اللي نقدروا نلبسوها بور اون بيتيت ومخدومة براندا فريمون بلدية حصيرتها هي كبيرة شكرا لك ما شاء الله الله يعطيك الصحة شكرا لك لأنك شرفتنا بالحضور ديالك سي هام عمراني شرف لي شكرا لك شكرا لك نبيلة بن وحود أكيد ما لقينا يتجدد بحلقات مقبلة بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام نهاية حلقة اليوم نتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا برفقتنا تبقوا على خير على الأولى